مني من زمان اشوفك على طول عمره من هون اقول ان شاء الله اشوفك، بحضرك من التسعينات. انا حظي حلو. يخليني اياك. شلونك انت؟ الحمد لله. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملكاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. طب قلي كل عام بخير. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله كل عام بخير. شو ناوي تشتري اليوم انت وابوك؟ أحمد طيبة؟ شو مشتهي اليوم على الفطور؟ قول يلا. فول. فول؟ وغير الفول؟ مسبحة. ومسبحة، وشو كمان؟ لحمة. شو هي؟ لحمة. آخ لحمة. لحمة بيضة ولا حمراء؟ حمراء. حمراء. والخبز شغال. ايه يلا بسرعة. شو كمان؟ هي هي. ايوة هي هلأ بنشوفها وبنصورها. والله حلوة هي وطيبة. ما شو بيسموها هي؟ كبة. كبة. معناته ابوك فلس اليوم. كل عام وانتم بخير. بدك شيء أناس؟ الحمد لله. الحمد لله. اللي من هاي بده. ايه على فلس ابوك. لا والله لا. بينسى الواحد العطش بينسى هالبعد يعني طالما عم يشتغل. والله كل واحد بترجع هو يعني شلون مدرب نفسه. ايه بس بشكل عام يعني جو اسطنبول. جو اسطنبول يعني طيب وحراره عاليه. تاقلمنا صرنا 5 سنين هون 6 سنين. بركي هون شو عاملين؟ انتم عاملين يعني مثل المشروبات الشاميه اللي بنعرفها نحن عنا، تمر هندي، جلاب، عرق سوس، كباب، مقليه مشويه، الحمص، الفول، فتات. يعني على الفطور في طبخ شرقي، يعني 3 انواع طبخات شرقيات. عم تزبط يعني ما؟ الحمد لله رب العالمين، يعني بدنا نرضي كل الاذواق نحن هون والحمد لله. بيجينا عملوا لنا هيك عملوا لنا هيك تكرم عينك، يعني شو بده الاكثريه من طيب الناس بتحبها. الحمد لله رب العالمين. الاسعار عم تكون بس هيك منطقيه وخلاص. منطقيه الحمد لله، بس يرحمونا بالدولار، هي البلد ما عم ترحمنا بالدولار. ايه شايف؟ يلا هون الواحد له مترين ماي، حط طاولتين كذا. الحالات البلديه رصيف الك، ما انه ما في سياره، شايف كل الناس تشتغل رصيف الك. حلو. بس لا تحط اكل انه مثلا انه يكون على واحد عم يعمل اكل. أيوة. انه عروض بيع ما في مشكله، فيك تاخذ يعني المساحه. التمور، التين اليابس عم بيبيعوا، الموالح، البن بيبيعوا. ايه بس حطيت طاولتين وكراسي ما بيحكوا كمان يعني. لا ما ساعدوا. ما بيحكوا الرصيف الك. ايه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني كل عام بخير. وانت بخير. نعاد علينا عليك وصحه وعافيه الاسلاميه كلها. على راسي والله. الله يسلمك. الله يخلينا ياكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. باص. ايه والله. الو يلا. الو سوس، تمر هندي، جلاب. بتعرف يعني موسم رمضان ان شاء الله تعالى. تعلمت اسواق دغري. ما كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحه والسلامه وعلى ان شاء الله جميع البشر. ان شاء الله هيك الله يرجعنا لبلادنا وبامن وامان. فصل يعني. الخريطه هون حارات وين وما وين. بصم بصم. احنا بنشتغل ببن العلبي فوق. اها. فنحن دائما بهالموسم برمضان يعني فندق زاده فوق. أيوة بن العلبي. فبنشتغل كمان يعني لتامين طلبات زبائننا يعني جلاب وسوس وتمر هندي. في سوريين ولا تراكو سوريين؟ والله تراكو سوريين الحمد لله، وفي يعني تعودوا على الثقافه تبعنا كمان يعني. الحمد لله. الحمد لله يعني بلشوا مثلا يشربوا من القهوه تبعنا كذا وطبعا دائما بتكون المعامله هي اول شيء. تجوزت؟ عندي 3 اولاد. الله يسلم يا رب. الله يسلم. معي هون الحمد لله رب. الحمد لله. الحمد يلا الله يديم الصحة هيك والاستقرار. والله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وفرصة سعيدة اني شفتك والله. كل عام بخير. وانت بخير. شكرا لك. الاسم الكريم؟ اسماعيل. هلا اسماعيل. موفق ان شاء الله. كل عام بخير اسماعيل. الله يسلمك استاذ. بالسلامة. السلام عليكم. الله يسلمك. وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم.
شفنا وشفناكم صعب علينا فرقاكم شفنا وشفنا وشفناكم صعب علينا فرقاكم بين الدمع وبين الغصة نفرح نحزن معكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم جينا وجينا وجيناكم أكثر شيء وين عشت بدمشق يعني ولا بحلب؟ إيه أكثر شيء بلادية إيه. يا عيني عشت شيء لك بندور على واحد بلادية هون والله يعني صعب القليلين قليلين أنطاكيا ومارسين أكثر شيء أنطاكيا ومارسين وبعدين في منهم على أوروبا و... صحيح إيه. يلا منيح أنت هون مستقر باسطنبول والله تشرفت ومعرفتك كثير على راسي والله بعد زمان مصور فنان مصور إيه والله حبيبي وين أكثر شيء اشتغلت هون؟ والله حاليا مع الجولدن نايت الجولدن أطلس يعني هي جولدن نايت وجولدن بوكس حلو عندهم جولدن بوكس بارتكاوي شغالين يعني الشباب يعني ان شاء الله ممتاز ممتاز يعني الامور جيده جدا والله هو الشباب الواحد يعني قد ما حكى امكانياتكم لسه اعلى انتم من اللي موجود طاقات جوا لسه بدها لا تطلع تزبط شوي شوي ان شاء الله اول يوم رمضان على راسي شو بتقول لرفقاتك بقول لهم رمضان كريم علينا وعليكم وعمة محمد كلياته حلو هاي أمنية عامة أمنية عامة أمنية شخصية رفقاتي بيعرفوا شو بدي قلها بيعرفوا ما هذا شبر فيه عم قلوا قول لرفقاتك شي صفن ما طلعت عم قال لي بيعرفوا شو بدي أقول معناته نحن عرفنا وانت عرفته والجمهور عرف الجمهور عرف وكل الدنيا عرف بس ما حدا عم يطلع يقول اهلا وسهلا فيك كل عام بخير موفق ان شاء الله جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم